والوطنية لدى الشباب. كنشكر الشباب الحاضر معنا الان، وكنتمنى ان شاء الله يكون لقاء ديالنا مثمر وناجح. كنعطيك الكلمه عتيقه، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه عطره برائحه ياسمين في مساء مبهج. وفي اطار لقاءات الشباب التي تحتضنها مديريه الشباب والطفوله والشؤون النسويه، معنا اليوم فنانه من الاقاليم الصحراويه من مدينه. السلام عليكم. تحيه من القلب لكل الحاضرين، تحيه قويه واشد حراره لكل الشباب ديالنا. وكنتمنى هذا اللقاء هذا يكون لقاء تواصل. كنتمنى نسمعكم اكثر ما تسمعوني. انا كنعرف بلي الشباب ديالنا عنده واحد مجموعه ديال التساؤلات. حنا في مرحله تاريخيه، الشباب ديالنا كيحس براسو انه حاير، لانه كتكثر اصوات حوله، اصوات سلبيه اللي كتدفع التفاؤل، واصوات قليله اللي كتدفع التفاؤل. كنتمنى نسمعكم. مشاركتك الفنية الأجنبية، واش خديتيها كأن مشاركة الأجنبية أحسن من مشاركة المغربية، أم أنها مسألة إبداع؟ هي المشاركة الأجنبية بحق أسابي. أنا كنت محظوظة أنني شاركت مع نجاس أنصور في المسلسل اللي كان شارك المغرب، المسلسل التالي مع الفرنسيين. لا، هي تجربة مع الأجانب، هي تجربة كتبغي كتقول حنا كنشتغلوا في المغرب بواحد، يعني كنشتغل في المغرب كتبغي تشوف بحال كتقول أمي هو كتشوف عنده واحد الشركة، عنده صيدلية، أنه كيشتغل طبيب، أبار أنه ممثل. علاش المسألة عندنا حنا يعني واش ما كافياش هذيك ممثل أجرة ديال ممثل، أنا كافية أنا تعيش وتفتح لي بزاف المسائل اللي غادي تكون مصدر رزق ديالك. هو سوق الشغل في المغرب هادشي اللي عطى الله، وأي واحد كيختار كيمشي للمجال الفني هو كيغامر كيدخل واحد المغامره، يقدر ينجح فيها يقدر ما ينجحش فيها. ولكن غير اللي كنقول انايا مع احتراماتي للممثلين ديالنا كاملين، هو انني الا دخلت في غمار ديال هاد التجربه هادي وما نجحتش التجربه ديالي، ما نلوم حتى شي حد، ما نبكيش. ضيف الانجليزيه في ثانويه المسيره، شفتو في ليله التلفازه الصباح صبحت عنده، قلت لخو ديك الدراري فيهم منهم نيت خويا، راه عندنا واحد الاستاذ المسلم كيدير المسرح، اجي نتلاقاو معاه ونديرو معاه فرقه. قال لي حنا ما نقدروش نهضرو معاه. انا مع شويه جبيهيه بديك الوقيته ما بقيتش دابا. مشيت لعند هذاك السي عند الاستاذ واقترحنا عليه، وفي نفس الوقت انه هذه غير باش نقول للشباب ديالنا انه راه ما محتاجينش حنايا الدعم من المجالس البلديه ولا الدعم من السياسيين باش نديرو شي حاجه، فقط انه في حوار مع استاذ خلقنا فرقه ديال المسرح كبير كيحاولوا يحميو بطريقتهم، ولكن عن حب ماشي باش يهديوك. مسؤوليتي انا اللي ما كنتش مسؤوله على حياتي، علاش؟ لانه ملي وصلت لواحد المرحله في السن ديالي اللي انني ممكن انا نقرر فيها، تما في كبير الاختيار ديالي، كيفاش انا بغيت نمشي في حياتي، كيفاش بغيت نمشي في المسار ديالي. عملية التجميل ما هي الا دخلنا بداك الاطار ديال الكره اللي عندنا على ذاتنا، ديك الفكره اللي عندنا خاطئه اننا ما تعلمناش نبغيو راسنا. سينو الانسان الا سلسل الا كان كيبغي راسو راه يستكسب كما هو. انت مع المنافسه غير الشريفه الموجوده على الساحه الفنيه ام ضد؟ راني قلت لك قوس قبيله بانني ما كنامنش بمبدا المنافسه. انا كنقول المنافسه اكزيست ميم با، لانه مجال مفتوح للجميع، مجال للعمل للابداع. أنا الفن لا يعبر، قلت ما نحملوش الفن أكثر من طاقته، أنا ما نطلبوش الفن أنه يغير المجتمع، لأن التغيير قلت أنا الفن هو تعبير، تعبير عن الواقع، تعبير عن ما يجري في المخيلة ديال كل فنان ديال كل ممثل. يعني هنا فين كنظن ما قلتش أنا نصيب غير سي تعبير عن الواقع كذلك. الشطر الثاني المؤثرة، الله، يعني من احسن اللقاءات اللي حضرت لهم هذه دابا تقريبا 40 4 سنين. المهم انا عندي 71 عام. ما شاهدت فيها وما استمعت اليه منها سرني كثيرا. فاطمه اللي كان كل شيء كان فانا انسانه طيبه، انسانه تساعد الكبير والصغير، مثقفة، عندنا درها شيء من يدل على ما خرجت وما فات لي أمام هذا الشباب، باش تقنع واحد الشباب اليوم في العصر اللي حنا كنا خاصك تصبح بكري باش
بس تعجبني في الهبطه خوتي جالسين تما قلت هذه التيرانات تبارك الله عليك. واحد القديم كنت فهمت شي انا ملي تنكون جاي لبغداد كنت بدا معطوله انا ما فهمتش كيف اللي فيه واحد لو سونتيمون طير لو سونتيمون حق زاد فينا غزا اش بغيت شي طاكسي ومخلص على صاحبي عمري ما خلصت عليه غادي الاكدي على صاحبي والفرحه جبت 50 درهم داك الشيخور ها خويا الله يرحم باكي والله شوف الصرف جمهور الدوليان اش ما عنديش